ده بالليل. امين. عادل باشا هيكون موجود؟ لا انا اللي هستلم. وماله، انتوا الاثنين واحد، هو مفهمني على كل حاجه. بالاذن يا حسن باشا. ما هو بدري. اتفضل على ميعادنا ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه اتكلم معاك. في ايه؟ اللي كان هنا ده عايز ايه؟ انت ايه دخلك؟ يعني ايه يا حسن؟ هو انا مش عايشه معاك يعني في نفس البيت ولا ايه؟ لا يا ريتال، انت هنا في البيت عشان تربي العيال وتسمع الكلام وبس، انما ايه اللي انا بعمله مالكيش صالح بيه. بس انا من حق اخاف عليك يا حسن. من حق اخاف عليك، وانت لازم تحترم ده. ما بحبش الطريقه دي. امال بتحب انهي طريقه يا ابو علي؟ قولي عشان اعرف اتكلم بيها. لما تكلميني حسك ما يعلاش، وما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. بس انت جوزي وحياتك تهمني. شغل ده فلوسه كتير، ما تجلجيش. لو حصل لي حاجه هتعيش طول العمر في عزي وهنا. بس انا مش عايزه فلوسي حسن. الفلوس عمرها ما هترجع ابويا اللي مات، ولا خالي ولا عبد الله. ولو انت شايفني وحشه قوي كده وما ينفعش، يبقى طلقني يا حسن. طلقني. انا لو كنت بقول لك كده زمان كنت بقول لك كده عشان اخلي النار تاكلك. ولو كنت عايزه فلوس فكنت بعمل كده عشان خاطر اخد فلوسي وبس. بس انا دلوقتي اتغيرت. اتغيرت يا حسن. وعايزاك انت كمان تتغير. يا رب ارسم لي الطريق. يا رب انا ما عارفاش احط رجلي في اي سكه. لا مليش ظهر ولا سند ولا حتى احطان مايله تسند عليها. انت اللي عالم بالحال يا كريم. يا رب يا رب. ازيك يا مفيدة؟ عاوز ايه؟ اسمع مني، هما كلمتين. انا غرضي شريف. بعد عني، انا مش ناقصاك. في ايه؟ عملت اللي في ورايا زي الدبور. في ايه؟ عاوز ايه؟ مالك يا بنت يا مفيدة؟ مفيش يا ست فوزية، مفيش. قال لك كلمة مش ولا بد البجم ده؟ ابدا والله، انا بس كنت عايزها في كلمتين. كلمتين ايه اللي انت عاوزها فيهم دول؟ بقول لك ايه، روح شوف اكل عيشك، والا قسما بالله ما تقعد في البلد دي دقيقه واحده. وعز جلالة الله، انا غرضي شريفه ست الناس. امشي من وش دلوك، ولو شفتك هنا تاني هخلي وشك شوارع. على ايه؟ طيب احسن. امشي. تعالي يا بنت يا مفيد. ما حدش ليه دعوه بيا، ما حدش ليه دعوه بيا، ما حدش يكلمني، ما حدش يكلمني. البت اتخبلت ولا ايه؟ طول عمرها مخبولة. امشي امشي. امك هنا؟ لا خرجت. طب كويس. انت متخانقة معاها ولا ايه؟ لا بس كنت عايزاكي في كلمتين كده. لا جايه لك على طول. برايه يا ريتال، انت هتفضلي ماشيه بالعيل ده على طول ولا ايه؟ هسيبه لمين يعني؟ ما انت عندك شغاله يا بنتي. لا ما تطمنش عليه مع اي حد غيري. غريبه يعني؟ انا احن واحده فيك يا بنتي. المهم ناويه تعملي ايه؟ مش فاهمه. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني انت خلاص هتكتئبي وتقعدي هنا ولا هتنزلي مصر؟ لا نازله مصر بكره، واخد معايا امك ومرات عمك كمان. مين؟ كريمه وجبريه هينزلوا معاكي مصر؟ ربنا يستر. المهم ناويه تعملي ايه في قضيه امك؟ مالها؟ عايزه اطمن. هتنطقي يا بنتي؟ موقفها وحش. يعني ايه موقفها وحش؟
يعني انت هتسيب امك تتسجن؟ هتسيبها تتعدم؟ ما تنطقي يا شهد. عايزانا اعمل لها ايه؟ عايزانا اروح المحكمه دافع عنها واقول انها بريئه وان سينا هي اللي كدابه؟ اقول انها تستاهل البراءه وسينا هي اللي عملت كل ده، وانا متاكده ان امك اللي ورا كل اللي عملته، صح؟ عايزانا اروح اقول له ايه؟ سينا تستاهل الحرق والشنق وماما تستاهل البراءه. هي ست كويسه ما عملتش اي حاجه، وانا عارفه ان هي اللي ورا كل اللي حصل. لا وعملت اللي افظع من كده كمان. عملت اللي ما نعرفش نتكلم فيها رتال. عندك حق فعلا. بس لو امك بقى اتحكم عليها هتعملي ايه؟ لو ما وقفتيش جنبها موقفك هيبقى ايه ساعتها؟ هتقدري تعيشي ازاي؟ وهي عايشه لحد دلوقتي ازاي؟ وازاي بيجي لها نوم بعد اللي عملته في فريده ومحرم ومفيده؟ ما تقولي لي ازاي؟ والله هي عملت ده علشانك وعلشاننا كلنا. تقتل عشاننا؟ اه. زي اللي قتل عبد الله كده. اللي قتل عبد الله كان عايز ينتقم من العيله دي. وزمانه دلوقتي نايم ولا في دماغه النار اللي قايدها في قلبي. انا كل ما افكر ازاي هقف قدام القاضي وضميري المهني هعمل فيه ايه، وهقدر ازاي اقول له انها بريئه وانا عارفه انها مش بريئه؟ ما تقولي لي ازاي هعمل كده. هتقدري، هتقدري يا شهد. ولا انت خايفه على عزت يبعد عنك؟ اقول لك على حاجه، لو بعد عنك صدقيني ده احسن، لانه لو ما وقفش جنبك في الموقف اللي انت فيه ده واللي انت شايلاه على قلبك يبقى ملوش لازمه. زي حسن كده، مش قادرة أتحمل نظرته ليا. حسن مش قادر يصدق إن رتال اتغيرت خلاص. أنا خايفة يا شهد، وخايفة أكتر منك 100 مرة. خايفة حسن يقفل قلبه وما يفتحوش ليا تاني. ما بقيتش عارفة أنا عايشة ولا ميتة. توحشتك، توحشتك قوي يا بوي. هو أنت ليه ما بقيتش تزورني في المنام؟ ده أنا محتاجة لك، محتاجة لك تنور طريقي. أنا تايهة يا بوي، أنا زي اللي اترمت في البحر وهي ما تعرفش تعوم. مفيدة، اللي جابك هنا مالك؟ صعبان عليك روحك ولا توحشتي ولدك ولا حسن جه على بالك؟ أمي هي اللي جت على بالي يا ست ناديه.